هذا وشهدت منافسات بطولات الأولاد والفتيات المصاحبة لبطولة الشرق الأوسط للرجل الحديدي شهدت منافسات قوية ومثيرة بين المشاركين. بطولة سباق الترايثلون للأولاد شارك فيها أكثر من 700 طفل من مختلف الجنسيات، حيث قدم الجميع مستويات بارزة تأكيدا على سيرهم بخطى ثابتة نحو الوصول للأهداف التي وضعتها اللجنة المنظمة بتوجيهات من سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة، الذي حثهم على المشاركة لاكتساب الخبرات المستقبلية لاكتشاف مواهب قادرة على تمثيل البلاد في بطولات الرجل الحديدي في السنوات القادمة. وشارك في بطولة الترايثلون للفتيات العديد من المشاركات التي قدمنا مستوى يليق بالطموحات. وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن المملكة حققت العديد من المكاسب بعد تنظيم بطولة الترايثلون للأولاد والفتيات، مشيرا إلى أن رغبة المنافسة الشريفة التي كانت موجودة في السباق تؤكد النوايا المتميزة التي تمتلكها المشاركات لاكتساب الخبرة والبحث عن تحقيق المراكز المتقدمة.